في سياق جهود الحد من التأثيرات السلبية لتداعيات فيروس كورونا، أطلقت الجمعية البحرينية للباحثين والمخترعين برينز الهاكاثون الافتراضي، والذي يتولى فكرة البحث عن اختراعات وابتكارات للمساهمة في التقليل من الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا في مختلف المجالات من البحرين ومن مختلف أبناء الوطن العربي. أهداف طموحة للدفع بالمجتمع العربي بشكل عام والبحريني بشكل خاص لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا من خلال هاكاثون افتراضي أطلقته الجمعية البحرينية للباحثين والمخترعين، يبحث عن نخبة من المبتكرين لتكون لهم بصمة واضحة في المجتمع من خلال هذه المسابقة. انطلقت فكرة الهاكاثون الافتراضي مع ظهور جائحة كورونا، وفي الوقت ذاته تماشية مع رسالة الجمعية باحتضان الباحثين والمخترعين وخلق بيئة مناسبة للإبداع والابتكار. والهدف من الهاكاثون هو استقطاب أكبر عدد ممكن من الباحثين المبتكرين والمفكرين، وخاصة العرب، وذلك لتحفيزهم على إيجاد حلول لجائحة كورونا أو نتائج الجائحة، وأيضا إعادة تنشيط الوضع الاقتصادي وتنمية المجالات المحددة حق المسابقة. ونأمل أن نحصل على أكبر عدد من المشاركات، وفي نفس الوقت تكون ذات بصمة إيجابية في المجتمع. اجتماعات إلكترونية متواصلة يعقدها أعضاء الجمعية لوضع الآلية المناسبة لتنفيذ فكرة الهاكاثون الافتراضي على أرض الواقع، والتي انطلقت مع ظهور جائحة كورونا، وذلك سعياً منها لتحقيق رسالة الجمعية التي تسعى لاحتضان الباحثين والمخترعين وخلق بيئة مناسبة لهم للإبداع والابتكار بالرغم من الظروف الحالية التي يعيشها العالم بأسره. الحلول التكنولوجية المبتكرة اللي توصل إلى هذه الفرق المشاركة توظف بإذن الله لاستعادة الاستقرار الاقتصادي في البلد وفي البلدان اللي مشاركين فيها طبعا الفرق كذلك، والمساهمة في التنمية المستقبلية في ظل الأزمة وما بعد الأزمة كذلك. بالنسبة للمشاركات راح اتفقت لجنة الجمعية على أن تحتضن هذه المشاركات من حيث ومساعدة المشاركين من ناحية تسويق الأفكار مع المؤسسات والشركات ورجال الأعمال، بالإضافة إلى وضع كل المسابقات في موقع الجمعية لتسهيل تسويقها وحفظ حقوق الملكية لهذا المشاركين. مسابقة إلكترونية افتراضية عربية تحفيزية تسعى إلى استقطاب أكبر شريحة من الباحثين والمبتكرين وتشجيعهم على إيجاد حلول على شكل أفكار وابتكارات تساعد المجتمع في التغلب على الآثار الناجمة عن جائحة كورونا وإعادة تنشيط الوضع الاقتصادي والتنمية في مختلف المجالات. استقطاب الباحثين والمبتكرين من أبناء الوطن العربي وتحفيزهم لإيجاد حلول خلاقة على شكل أفكار وابتكارات تساعد المجتمع على التغلب على الآثار الناجمة عن جائحة كورونا وإعادة تنشيط الوضع الاقتصادي من خلال تلك الابتكارات. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.